Assalamu alaikum ya Abdullah, assalamu alaikum ya Rasulullah, assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Ya ke WhatsApp par kam apni taraf se sabat ki taraf se marhumin ki taraf se usse ko bataye Allah. Assalamu alaikum ya waris Adam asifatullah. Assalamu alaikum ya waris Nuh Nabiyullah. Assalamu alaikum ya waris Ibrahim Khalilillah. السلام عليك يا وارث موسى كريم الله السلام عليك يا وارث عيسى روح الله السلام عليك يا وارث محمد الحبيب الله السلام عليك يا وارث امير المؤمنين ولي الله السلام عليك يا ابن محمد المصطفى السلام عليك يا ابن علي المرتضى السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى السلام عليك يا سار الله وابن ساره والوتر الموتور أشهد أنك قد قمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين ولعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرزيت به يا مولاي يا أبا عبد الله أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها وأشهد أنك من دائم الدين وأركان المؤمنين وأشهد أنك الإمام البر التقي الرزي الزكي الهادي المهدي وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وعالم الهدى والقربة الوسطى والحجة على أهل الدنيا وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله إني بكم مؤمن وبأبكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي وقلبي لقلبكم سلم وعمري لأمركم متبع صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم زيارة حضرت علي أكبر والسلام السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن نبي الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد السلام عليك أيها الشهيد وابن الشهيد السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم لعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرزيت به زيارة الشهداء السلام عليكم يا أولياء الله وأحبابه السلام عليكم يا أصفياء الله وعبداه السلام عليكم يا أنصار دين الله السلام عليك يا أنصار رسول الله السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين السلام عليكم يا أنصار فاطمة سيدة نساء العالمين السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن بن علي الولي الزكي الناس السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله أبي أنتم وأمي كبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظيما فيا ليتني كنت معكم فأفوز معكم زيارة حضرت عباس السلام السلام عليك يا أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين السلام عليك يا ابن سيد الوصيين السلام عليك يا ابن أفضل القوم إسلاما وأقدمهم إيمانا وأقومهم بدين الله وأحوطهم على الإسلام أشهد لقد نصحت لله ولرسوله ولأخيك فنعم الأخ المواسي ولعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة استهلت منك المحارم وانتهكت حرمة الإسلام فنعم الصابر المجاهد المحامي الناصر ولقد دافع عن أخيه المجيب إلى طاعة ربه الراغب فيما زهد فيه غيره
من الثواب الجزيل والثناء الجميل وألحقك الله بدرجة آبائك في جنات النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني تعرست لزيارة أوليائك رغبة في ثوابك ورجاء لمغفرتك وجزيل إحسانك وأسألك أن تصلي على محمد وآله الطاهرين وأن تجعل رزقي بهم دارا وعيشي بهم قارا وزيارتي بهم مقبولة وحياتي بهم طيبة وأرجني الإدراج المكرمين واجعلني ممن ينقلب من زيارة مشاهد أحبائك مفلحا منجحا قد استوجب غفران الذنوب وستر العيوب وستر العيوب وكشف الكروب إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم صل على محمد. السلام عليك يا زين العابدين عليه السلام. السلام عليك يا محمد باقر عليه السلام. السلام عليك يا جعفر الصادق عليه السلام. السلام عليك يا موسى كاظم عليه السلام. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الظهر فايب الفقراء. السلام عليك يا سلطان ابو الحسن علي بن موسى رضا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليك يا محمد تقي عليه السلام. السلام عليك يا علي النقي عليه السلام. السلام عليك يا امام حسن عسكري عليه السلام. السلام عليك يا صاحب الزمان. السلام عليك يا شريك القران. السلام عليك يا مظهر الايمان. السلام عليكم يا كعبه الايمان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وسرورك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. یہ اس سنڈے کو جشن ہے جشن مانگنے والے 5 بجے.